هذه أبرز عناوين النشرة. هل بدأت حرب زرع العبوات الناسفة؟ ومن وما المستهدف من عبوة تعنايل؟ صمت مدون في قضية مقتل هاشم السلمان، وسليمان يشدد على حزب الله والسفارة الإيرانية تسهيل كشف الملابسات. وهل تبدأ واشنطن تسليح المعارضة السورية؟ نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وجوزيان رحمي. مساء الخير. بغض النظر عن من كانوا في الفان الذي استهدفته العبوة الناسفة على طريق تعنايل، فإن الحادثة في حد ذاتها تعتبر تحولا نوعيا وخطيرا فيما يجري من مواجهات في لبنان، انعكاسا للحرب الدائرة في سوريا. العبوة مزروعة على جانب الطريق، واستهدفت الفان الذي لم يتوقف بل أكمل طريقه في اتجاه الداخل السوري. هذا الإكمال يطرح على التحقيق أكثر من علامة استفهام عن سبب التعتيم، كما أن التحقيق لابد أن يسأل عما إذا كان اختيار الهدف تم بالصدفة أم أن هناك من تعقب الفان لحظة انطلاقه. يأتي هذا التحول في المواجهات في وقت ما زالت الساحة الداخلية تضج بأصداء حادثة مقتل مسؤول الطلاب في حزب الانتماء اللبناني أمام السفارة الإيرانية في بيروت. وكان لافتا اليوم موقف رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة تعاون حزب الله والسفارة الإيرانية لتسهيل كشف كل التفاصيل والملابسات وتبيان الحقيقة. في المقابل التزم الحزب والسفارة الصمت حيال الحادثة. في المقلب السوري برزت سلسلة من المعطيات المهمة، ومنها إعلان مقاتلي المعارضة أنهم يتقدمون في مطار منغ العسكري، إعلان مسؤول أمريكي أن مسألة تسليح المعارضة مدرجة في جدول أعمال البيت الأبيض خلال أوائل هذا الأسبوع، إعلان السعودية أن الائتلاف الوطني السوري هو المخول بإصدار تصاريح الحج. وتأتي هذه الخطوة في وقت هاجم مجلس الوزراء السعودي تدخل حزب الله في سوريا ووصفه بالتدخل السافر. البداية من عبوة تعنايل. إذن ما الذي حصل على طريق تعنايل المصنع؟ عبوة يتراوح وزنها بين 300 إلى 500 جرام من المواد البلاستيكية الشديدة الانفجار تم تفجيرها عن بعد لدى مرور فان من طراز نيسان لونه أبيض وزجاجه داكن على الطريق عام تعنايل باتجاه نقطة المصنع الحدودية، ويملكه بحسب لوحة التسجيل عاصم عبد الحسين فرحات من مجد السلم. الانفجار وبحسب المعلومات الأمنية أدى إلى إصابة الفان وتحطم زجاجه وجرح بعض من كان في داخله، وهم وكما يعتقد عناصر من حزب الله كانوا مزودين بأجهزة اتصال لاسلكية وفي طريقهم إلى سوريا. واللافت أن الفان لم يتوقف بعد استهدافه بل وصل طريقه باتجاه معبر المصنع ومن هناك نحو الأراضي السورية. وأدى الانفجار أيضا إلى إصابة سيارة من طراز BM كان يقودها شخص من آل بشعلاني، وقد توقفت على بعد أمتار من مكان التفجير وأصيب سائقها بحال من الهلع والخوف. التحقيقات في هذا الهجوم يشرف عليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وتقول رواية أمنية أخرى إن الفان الذي استهدف هو فان مدني لنقل الركاب، وقد تابع بالفعل طريقه نحو المصنع حيث توقف، وسارعت الأجهزة الأمنية هناك لوضع يدها عليه وقامت باستجواب من كان بداخله لمعرفة حقيقة ما جرى معهم. وقد رفض هؤلاء رفع دعوى قضائية وأتموا معاملاتهم للعبور واتجهوا إلى الأراضي السورية بحسب الرواية الأمنية. رئيس الهيئة الطالبية في حزب الانتماء اللبناني هاشم سلمان إلى مثواه الأخير في عدلون. هذه القمصان السود تختلف عن غيرها، سواد ونحيب وتأثر، حدادا على موت هاشم السلمان الذي أطلقت النار عليه قمصان سود بالقرب من السفارة الإيرانية. منزل نشأة السلمان في عدلون ودع شهيده هاشم بغضب ولوعة. آل السلمان في عدلون يتحفظون عن الإدلاء بأي تصريح، لا يريدون قول أي شيء بعد، يرفضون المتاجرة بدم ابنهم كما يرفضون إخضاع شهيدهم للحسابات السياسية، ينفون البيان الصادر عن آل السلمان في كل من قرى مركب العقبي دردغية وعدلون الذي تضمن تحميل رئيس حزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد مسؤولية موت ابنهم. العائلة متمسكة بكشف كل تفاصيل جريمة بئر حسن دون أن تتهم أي طرف،
فيما أعاد الأسعد اتهام حزب الله بقتل هاشم. كان في خطة لإعدام هاشم السلمان، لأنه هاشم كان مش بس أنه قريب مني، بس هاشم كان كمان معروف بصلابته بجرؤته بشهامته، فمعروف أنه واحد من عناصر حزب الله هو اللي قام بهذا الاغتيال بهذا الإعدام. آل السلمان لم تتصل بهم الدولة بعد، ولا حتى الأجهزة الأمنية والقضائية، لم يبلغوا بأي تفصيل عما حصل بالقرب من السفارة الإيرانية. هم ينتظرون يتريثون، لن يخلع قمصان الحداد لحين كشف من لبس الأسود وقتل ابنهم في بئر حسن. في صور شيع حزب الله محمد خضر يوسف الذي قتل في معارك القصير في حضور رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعدد من العلماء وفعاليات الحزب والأهالي. الصليب الأحمر اللبناني يعمل على نقل 33 جريحا من القصير إلى مستشفيات الشمال، وقد عمد إلى تغيير طريقه من عرسال بيت جعفر القبيات بعدما قطعت بعض النساء الطريق في منطقة البستان لجهة بيت جعفر مانعين سيارات الإسعاف من التقدم. وفي إطار متصل، وزير الصحة يدك ناقوس الخطر حول قدرة لبنان على استقبال الجرحى من سوريا. جرحى وصلوا إلى الشمال من القصير، خرجوا يحملون إصابات اختلفت خطورتها ليصلوا إلى المستشفيات التي عملت على زيادة عدد أسرتها لاستيعاب الجرحى السوريين، لكن بالنسبة لهؤلاء هدفهم التعافي للعودة إلى جبهات بلادهم. نتعالج ونرد نرجع بأسرع وقت. صواريخ أرض أرض إجراد، صواريخ يعني ما منعرف شو كانت يعني مثلا تنزل تضل دقيقة لتفجير. خسارة القذائف كانت كمية قوية، حتى في قذائف كانت بالسماء تدق ببعضها يعني من غزارتها، عدتنا منهم كتير، بس مش عاد صار طوروا سلاحهم وصار في صواريخ، وبالبناية العام القاوم منها ما لها إلا البناية هبطت فوقنا. وفيما يزداد عدد الجرحى الوافدين إلى لبنان، أكد وزير الصحة علي حسن خليل عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد لوجود نقص حاد في عدد الأسرة، الأمر الذي سينعكس سلبا على حق اللبناني في الاستشفاء، مشيرا إلى عدم استلام الدولة اللبنانية أيا من المساعدات الدولية المتعلقة بملف النازحين السوريين. في الملف السوري، تصعيد عسكري في حلب وواشنطن قد تتخذ قرارا هذا الأسبوع بشأن تسليح المعارضة. وسط أنباء أفادت بأن الجيش السوري يتأهب لهجوم كبير على أجزاء تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب ومحيطها. بحسب وكالة رويترز، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سيطرة مقاتلي المعارضة على مبنى الرادار في مطار منغ العسكري في محافظة حلب. نحن الآن داخل كثيفة الدبابات في مطار منغ العسكري. في المقابل، أفادت وكالة سانا بأن الجيش تصدى لمحاولة تسلل إرهابيين من الجهة الشرقية والغربية إلى مطار منغ وأوقعهم قتلى. وفي وقت دعت هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة من دمشق كل المقاتلين الأجانب إلى مغادرة سوريا، تحدثت صحف بلجيكية عن مقتل بلجيكي وتوقيف شقيقه كانا يقاتلان في صفوف الإسلاميين في سوريا، في حين ذكرت وكالة رويترز أن مقاتلين أكراد انضموا إلى صفوف الجيش السوري الحر في بعض مناطق حلب في معارك عدة ضد الجيش السوري. إلى ذلك، بحث الرئيس السوري والنائب عاصم قانصو في أفاق المرحلة المقبلة بعد الإنجاز الذي تحقق في القصير وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لقانصو، وتزامن التطورات الميدانية مع إعلان مسؤول أمريكي أن واشنطن قد تتخذ قرارا ربما هذا الأسبوع بشأن تسليح المعارضة السورية. كما حضرت الأزمة السورية في جلسة مجلس الوزراء السعودي الذي استنكر ما أسماه التدخل السافر من جانب حزب الله في سوريا، وذلك في وقت أعلن مسؤول سعودي لوكالة فرانس بريس أن المعارضة السورية هي الجهة المخولة إصدار تصاريح الحج للسوريين. ومن إسرائيل، حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من تصعيد الأوضاع خاصة في الجبهة السورية، في حين اعتبر وزير المخابرات الإسرائيلي أن الغلبة في الصراع السوري ربما كانت من نصيب الرئيس بشار الأسد. في غضون ذلك، أكدت قناة الجزيرة أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أبطل الاندماج الذي أعلن بين تنظيم دولة العراق الإسلامية وجبهة النصرة، وذلك استنادا إلى رسالة قالت القناة إنها حصلت عليها من مصادر موثوقة في سوريا. مواقف سياسية من حادث السفارة الإيرانية في التقرير التالي.
مقتل الشاب هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية كان محط اهتمام رئيس الجمهورية الذي التقى السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي وطلب في اتصال مع المعنيين العمل بسرعة على كشف الملابسات والقبض على الفاعلين والمحرضين، وشدد على ضرورة تعاون المواطنين وأحزاب المنطقة وخصوصا حزب الله والسفارة الإيرانية لتسهيل مهمة الأجهزة المختصة في كشف كل التفاصيل. من جهة أخرى، وضع رئيس الجمهورية سفراء دول الاتحاد الأوروبي في توجهات الدولة اللبنانية للمرحلة المقبلة في شأن التعاطي مع موضوع النازحين، كما عرض مع الوزير السابق فؤاد بطرس للتطورات السياسية والانتخابية. وصف النائب ولي جملاط ما حصل في محيط السفارة الإيرانية بالبربري، لافتا إلى أنه يطرح علامات استفهام كبرى حول أهدافه، إذ لا يجوز التعرض لحرية التجمع والتعبير وإلغاء الصوت المناهض. وسأل جملاط إذا كانت عناوين محاربة إسرائيل لم تؤدي إلى خنق الأصوات السياسية المختلفة، فهل يمكن لشعار محاربة التكفيريين الذي تحوم حوله الكثير من التساؤلات أن يحقق هذا الهدف؟ وطالب باستكمال التحقيقات في قضية مقتل هاشم السلمان الذي قضى بعد تعرضه للضرب من عناصر مجهولة معلومة، كما قال، فإما أن تكون من الحرس الثوري الإيراني أو من يدور في هذا الفلك على حد تعبيره. إلى عين التين حضر الوزير وائل أبو فعور موفدا من النائب وليد جملاط، واجتمع مع الرئيس بري في حضور الوزير علي حسن خليل. حزب الكتائب وفي اجتماعه الدوري دعا رئيس الحكومة المكلف تمام سلام إلى الخروج من سياسة الانتظار، وشجب ما وصفه بالضلوع السافر لحزب الله في الحرب السورية. 48 ساعة لقرار المجلس الدستوري وصورة اقتصادية سوداوية، تابعونا بعد الفاصل. ونتابع النشر مع الأخبار المحلية. المجلس الدستوري يواصل درس الطعنين بالتمديد لمجلس النواب تمهيدا لاتخاذ قرار في غضون الساعات 48 المقبلة. قد تكون الساعات 48 المقبلة حاسمة في اتخاذ المجلس الدستوري قرارا يتعلق بالطعن المقدم من قبل رئيس الجمهورية والطعن المقدم من التيار الوطني الحر بقانون تمديد ولاية المجلس النيابي. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه قد تكون هناك غالبية في المجلس مع القبول بالطعن، وهذه الغالبية مؤلفة من الأعضاء المسيحيين 5 والعضوين السنيين، فيصبح العدد 7 أعضاء، وهو المطلوب من أجل صدور القرار. هذه الغالبية المتوقعة تواجه ترجمتها بعض العوائق، فانعقاد جلسة رسمية للمجلس الدستوري تحتاج إلى نصاب مكون من 8 أعضاء، وفي حال مقاطعة العضوين الشيعيين والعضو الدرزي يكون مستحيلا عقد هكذا جلسة لاستصدار قرار بالطعن. وتلفت مصادر متابعة لهذا الموضوع أن حضور هؤلاء قد يكون مرتبطا بموقف المرجعيات السياسية للطائفتين الشيعية والدرزية وبتفاصيل القرار الذي سيصدر عن المجلس إن كان إبطالا تاما أو إبطالا جزئيا. كما أن الأعضاء المؤيدين لقبول الطعن ينتظرون أيضا اكتمال عديدهم في حال تأمن النصاب لعقد جلسة بعودة العضو أنطوان خير من الخارج، بحيث يعتقدون أنه سيكون إلى جانبهم، وهم يتوقعون أن يعود إلى لبنان الليلة بعد سلسلة اتصالات أجريت معه من قبل أفراد عائلته وأعضاء في المجلس الدستوري. على الخط الحكومي الرئيس المكلف بانتظار قرار المجلس الدستوري ودعوة أوروبية من المصيطبة لإبعاد لبنان عما يجري في دول الجوار. بعد انقضاء شهرين على تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل حكومة، يؤكد الرئيس المكلف بأنه ليس مع التسرع ولكنه ليس مع التأخير أيضا، ولكن للصبر حدود وواجبنا حماية البلد وعدم التفريط به. زوار الرئيس سلام نقلوا عنه انتظار قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم أمامه بشأن التمديد لمجلس النواب ليعود ويكثف مجددا التشاورات بشأن تأليف الحكومة المقبلة. جميع اللبنانيين، أضاف سلام، ينتظرون بفارغ الصبر حكومة تعالج مشاكل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والمطلوب إذن هو حكومة منتجة يمكن أن تتفرغ لعملها وليس حكومة متاريس. الرئيس سلام أكد أمام زواره أيضا أنه منذ تكليفه وحتى اليوم لم يخطئ مع أحد، إلا أنه طلب على خلفية مساحة عدم استقاء الكبيرة بين الفرقاء السياسيين، طلب ما سميه بالواحة ليتمكن من تشكيل حكومة تعمل وتسير أمور البلد وتساعد على النهوض، فلا يمكن لأي حكومة أن تباشر عملها إذا سادت فيها فكرة التعطيل. وفي واقع الأحداث والتشنج الإقليمي وما يحدث في سوريا أيضا، الوضع في لبنان غير مريح، وبالنسبة للرئيس المكلف لابد من الوصول إلى واقع نواجه فيه الأمور، وسيأتي يوم يقول هذا هو طرحنا الذي يؤمن المصلحة الوطنية.
دعم المجتمع الدولي القوي للرئيس سلام والحكومة التي سيشكلها، عبر عنه أيضا السفير البريطاني توم فليتشر الذي رأى أن هناك ضرورة للتسريع في التشكيل في ظل الظروف الأمنية التي تحيط البلاد، وسفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخورست التي دعت إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وإعطاء القوى الأمنية كامل الصلاحيات للمحافظة على الأمن داخليا. صورة اقتصادية سوداوية رسمتها الحوادث الأمنية الأخيرة، والهيئات تطلق صرختها غدا. لم يكن ينقص الاقتصاديين والقطاع السياحي سوى دعوة مجلس التعاون للخليجيين لعدم زيارة لبنان، دعوة جاءت إلى جانب المشاكل الأمنية لتصيب معظمهم بحال اليأس على موسم كانوا ينظرون إليه بأمل. نحن 50% من صادراتنا إلى دول الخليج، وعم نشوف أنه عم بنعمل كل شيء لنزع هذه العلاقات اللبنانية الخليجية. التحاويل اللبنانية المقيمين بالخليج بتشكل 85%. إذا لا سمح الله هذه التحاويل، أما هدول اللبنانية ضربناهم، لبنان بيصير فيها مجاعة. الهيئات الاقتصادية تداعت إلى لقاء لأركانها الثلاثاء لإطلاق صرخة مساءلة لأهل السياسة كما سمتها. لازم كل عامل، كل موظف، كل منتج، كل صاحب عمل، كل صاحب مهنة حرة أنه يرفع الصوت لحتى يعمل هالمساءلة هيدي، لحتى نقدر نشكل حلقة ضغط على المسؤولين. هدفنا نقدر نرجع لحياة معقولة بالحد الأدنى لنقدر نشتغل وننتج ونفرح ونزدهر ونعيش. بحسب مؤشر البنك الدولي 40% من الشباب اللبناني عاطل عن العمل. وصلنا اليوم للانهيار الاقتصادي. أنا أتمنى اليوم على فخامة رئيس الجمهورية يصير في طاولة إنقاذ اقتصادية مش طاولة حوار. إذا بعدنا مستمرين بهالبلد بآخر سنتين بسبب مواقفه بالسياسة، خلي يوقف معنا بالاقتصاد ويخاطب أيضا الشعب ويحط أهل السياسة ويحملهم مسؤولية هذا الانهيار. كل المؤشرات الاقتصادية تمضي بمنحنى انحداري بحسب المعنيين، فثمة تراجع في عدد السياح بنسبة 20% العام الماضي عما قبله، وتراجع للاستثمارات بنحو 60%. بدأ أنه يفهموا أهل السياسة أنه نحن مش قادرين نستمر نقوم بواجباتنا وبهاللامبالاه هيدي، وعدم الاهتمام بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية هلي لازم تكون على رأس اهتمامهم لحتى نقدر نقطع هالمرحلة. الصرخة ستطلق، ولكن هل ستبقى في واد أم سيتردد صداها في أذهان المسؤولين؟ تيار أهل السنة في لبنان يعلن ميثاقه. أعلن المكتب الإداري في تيار أهل السنة عن ميثاق التيار، وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس مكتب طرابلس والشمال الشيخ رائد حليحل إطلاق التيار في لبنان، معتبرا أنه أصبح ضرورة ملحة لمواجهة تهميش الطائفة السنية بحسب تعبيره. لذلك وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الجماعية، فإننا نعلن إطلاق تيار أهل السنة في لبنان الذي أصبح ضرورة ملحة في ساحتنا التي تعاني اليوم من اضطرابات وتجاذبات سياسية حادة، ومن محاولات لتهميش دور أهل السنة وإقصائهم بما ينذر بأسوأ العواقب إن لم يهب المخلصون لمعالجة الأوضاع السائدة والدفاع عن حقوق ومصالح أهل السنة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار. تيار أهل السنة أكد على ممارسة العمل السياسي لإيصال الصوت الذي يمثله التيار وتبيان الدور الريادي لأهل السنة في لبنان. في بيروت عمدت الأجهزة الأمنية إلى قطع الطريق بين منطقتي الروش والرمل البيضاء بعد الاشتباه بسيارة متوقفة إلى جانب الطريق، وقد تبين بعد الكشف عليها من قبل الخبير العسكري أنها لا تحتوي أي مواد متفجرة أو تشكل خطرا على السلامة العامة. صوتت الجمعيات العمومية للمعلمين في بيروت والمحافظات بالإجماع على مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية حتى إرسال السلاسل مصححة إلى رئيس الجمهورية من قبل وزارة المالية لإحالتها على المجلس النيابي قبل 22 من حزيران، مع الحرص على إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها. روبير كوريه ضحية أزمة قلبية أم إهمال طبي؟ مصابا بذبحة قلبية، نقل روبير كوري فجر الأربعاء الماضي من منزله المتواضع في زحل إلى المستشفى الحكومي، ومنه إلى أحد مستشفيات المدينة، حيث كان يفترض أن يخضع لعملية قلب مفتوح مستعجلة لتعلق ورقة نعيه في اليوم التالي على باب منزله. 7:30 الصبح ماكسيموم بيكونوا مبلشين بالعملية، بلشوا يماطلوا فيها. شو السبب؟
طلع الحكيم ما بفوت على العملية إلا ما بده يقبض مصاري 4000 دولار بكون تأمنون لنفوت الزلمة على العملية. تأمن المبلغ على الساعة 11 على أساس هلأ بفوت وبعد شوي بفوت. طلع الساعة 9 من الساعة 1 للساعة 9 الفرق أنه كتير تمام الزلمة. شوي بيبعتوا وراء مدامته بيقولوا له أنه تأزمت شوي الأمور معه وقفوا الرواية وقفوا الكلاوي شوي. آخر شيء بيقولوا لنا أنه عوض بسلامتكم توفى الزلمة. في المقابل أكد مسؤول المستشفى أن الطبيب المعالج طلب فعلا مبلغا أوليا لإجراء العملية، إلا أن دقة وضع المريض تطلبت كذلك تأمين دم من فئة أب نيجاتيف وبلاكات، وأن العملية بشرت قرابة 11 ظهرا من دون تأمين المال. الطبيب المعالج اعتبر من جهته في اتصال مع الـ LBCI أن حال المريض كانت حرجة منذ البداية، وأنه أعلم أهله بضآلة احتمال نجاته، حتى أنه طلب عفائه من إجراء العملية معللا تأخير تنفيذها إلى كونها عملية معقدة وتحتاج لتحضير مسبق. تعددت الروايات والنتيجة واحدة، وكأن المريض الفقير قدره الموت دائما. في فندق فينيسيا وتحت عنوان فكر كل ووفر، أطلق برنامج الأمم المتحدة للتنمية حملة بيئية تهدف إلى التصدي لمشكلة فقدان وهدر الغذاء، ولا سيما أن 900 مليون شخص يعانون من قلة التغذية، فيما يهدر حوالي 1.3 بليون طن سنوياً من إنتاج الغذاء العالمي. ونقل عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعوته لإيجاد نظم غذائية مستدامة بيئياً وعادلة اجتماعياً. أما سفير النوايا الحسنة الفنان راغب علامي فانتقد أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تتبع والتي تؤثر بشكل كبير على هدر الطعام. متظاهرو تقسيم مستمرون. وهل تشهد قطر انتقالا سلسا للسلطة؟ التفاصيل بعد الإعلان. ونتابع النشر مع التظاهرات في تركيا. المتظاهرون في ساحة التقسيم يؤكدون المضي باعتصاماتهم. لم يستطع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حتى الساعة في خطاباته أن يثني معارضيه عن الاستمرار في تحركاتهم، فساحة تقسيم وكما اليوم الأول أصبحت مركزا دائما للمحتجين الذين أكدوا البقاء في الساحة إلى أن يرحل أردوغان. أنا هنا لأني لا أرغب ببقاء رجب طيب أردوغان وحكومته لأنه ليس ديمقراطيا. تهديدات أردوغان تمثل دليلا على تصرف أهل السياسة، وأنا أدعو السياسيين إلى أن يحسنوا التصرف. وفيما يلتقي أردوغان وزراء حكومته في أنقرة لبحث التطورات الأخيرة، عادت الشرطة التركية واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فجرا في أنقرة لفض الاشتباكات، على الرغم من كل التنديد الدولي الذي تعرضت له تركيا لتفريق المتظاهرين بهذه الطريقة. مبارك أمام القضاء مجددا وإخلاء سبيل نجليه ما لم يكن متورطين في قضايا أخرى. بعد 45 دقيقة من المداولة، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في ثالث جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين إخلاء سبيل نجلي مبارك ما لم يكن مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، كما قررت تأجيل النظر في جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي إلى 6 تموز المقبل. قرار رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي كان سابقه فض أحراز قضية قتل متظاهرين خلال الثورة، ما استدعى ردا من هيئة الدفاع عن المتهمين. لازم أشوف الحاجات دي كلها. المشكلة يا فندم إن الواحد مش مجرد أنه بيفليها كده، الواحد ده بيدقق فيها. المحكمة والتي واكبتها إجراءات أمنية مشددة شهدت مشادات كلامية، وهذه المرة بين المحامين المدعين بالحق المدني وقوات الأمن المعنية بتأمين الأكاديمية بسبب تأخر دخولهم قاعة المحكمة، ما دفع بقوات الأمن إلى فرض طوق أمني حول بوابة الدخول منع إثره الصحفيون وأسر الشهداء من الدخول إلى مقر المحاكمة. وفق دبلوماسيين عرب وغربيين، يستعد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل جبر آل ثاني للتنحي في إطار عملية نقل للسلطة أوسع نطاقا، قد تشهد أيضا تسليم أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم إلى ولي العهد الشيخ تميم. وفي حين
ضرب الدبلوماسيون مواعيد مختلفة لهذا التغيير تراوحت بين أسابيع قليلة وشهور حتى أيلول المقبل، أشاروا إلى أن دولا منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية أخترت بهذه الخطة. والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع مارك. مساء الخير. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن احتياط المصرف من العملات الأجنبية بلغ 37 مليار دولار وهو أعلى مستوى له تاريخيا. كما أعلن سلامة أن القطاع المصرفي عم يشهد نمو بالودائع بحدود 7% سنويا، مؤكدا أن الوضع المالي بلبنان محصن ومستقر على الرغم من غياب الاستقرار الأمني والسياسي. وأكد سلامة على عدم وجود أي خطر على الليرة اللبنانية وأنه لا يوجد طلبات كبيرة للتحويل من الليرة إلى الدولار بما أنه موجودات المصرف كافية لإقناع الأسواق. كما اعتبر الحاكم أنه إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب لن يؤثر على القطاع المصرفي. ودائما لبنانيا وقع وزير الاقتصاد نقول نحاس ورئيس مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة موريس الصحناوي على مذكرة التعاون بتنص على تزويد البنك بالبيانات والإحصاءات من أجل إدراجها على الموقع الإلكتروني لـBLC. وبتهدف الخطوة إلى إعطاء جميع المعلومات المفيدة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، إشارة إلى أن البنك قام بتطوير موقع إلكتروني لمساعدة أصحاب الشركات على التعلم على أفضل ممارسات إدارة الأعمال لزيادة الإنتاج. وأمريكياً أبقت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز على درجة التصنيف الحالية للولايات المتحدة AA+. ورفعت توقعاتها للأفاق الاقتصادية من سلبية إلى مستقرة بسبب تراجع المخاطر بالميزانية. وقالت الوكالة أن الولايات المتحدة بتعتمد على اقتصاد قوي بيستطيع التصدي للصدمات بالإضافة إلى وضع الدولار كعملة دولية للاحتياط. هذه كانت أخبارنا الاقتصادية لليلة. عودة لكم جوزيانو إزبيك. شكرا مارك. والآن إلى الزميل غياث والصفحة الرياضية. إذن مساء الخير. صفحتنا الرياضية اليوم كمان من خارج الاستوديو ورح تشهد بالفعل رح تشوف مشهدين مختلفين عن بعضهم. والمشكلة هي دائما كرة السلة اللبنانية وتوقيف البطولة مع الفاينل فور. اليوم يلي صار اعتصام من قبل ست أندية من الدرجة الأولى، الحكمة رياضي، هوبس، متحد، بيبلوس وعمشيت، اعتصموا لاعبيهم وأجهزتهم الفنية وبعض الإداريين كمان والجمهور. اعتصموا أمام الاتحاد اللبناني لكرة السلة، اعترضوا على الاتحاد اللبناني لكرة السلة وطالبوا باستقالة الاتحاد. هذا الشيء كان عم يصير اليوم إذن بمنطقة جل الديب تحديدا أمام مقر أنطوان شويري لكرة السلة. طبعا الاتحاد ما كان موجود هناك حدا من أعضائه لأنه بنفس الوقت المشهد الآخر كان عم يصير مش كتير بعيد عن جل الديب تحديدا بأنطلياس بمقر نادي الانترانيك مكان ما نحن موجودين. ومن وقت قليل انتهى اللقاء الرياضي يلي دعا له الاتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة الدكتور روبير أبو عبد الله ويلي كان أتى بدعم بعض الاتحادات اللبنانية وكمان بعض الإداريين من الأندية اللبنانية بمختلف الدرجات. دعا له هاللقاء ودعموا الاتحاد اللبناني لكرة السلة بسبب المشكلة يلي حاصلة. وكان موجود كمان رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الأستاذ جان همام. إذن هذا هو المشهد المختلف اللي عندنا اليوم برياضتنا اللبنانية وتحديدا بكرة السلة. كل شيء هذا الكل اللي كان عندنا اليوم من ملعب نادي الأنترانيك. عودة لكم جوزيان ويزبك. شكرا للزميل غياث. والآن نتحول إلى لمعرفة الأحوال الجوية مع إليز. مشاهدينا مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، رح نشهده كذلك بالايام المقبله. جو الليل بالبدايه رح بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطه. الحراره بتسجل ببيروت لليل 22 درجه. بكره الجو رح يستمر غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بالحراره لتوصل اقصاها ببيروت ل 29 درجه. الرياح بالاجمال رح بتكون جنوبيه غربيه حال البحر معتدل ارتفاع الموج، اما الرطوبه رح تتمكن
تتراوح بين 30 و 80%. كيف رح بيكون طقس الايام المقبله؟ ثلاثه مثل ما ذكرنا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بالحراره ل 29 درجه، الاربعه قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع اضافي لتوصل اقصاها على الساحل لل 31 درجه، الخميس والجمعه مستقر مشمس الى قليل الغيوم مع ايضا استقرار بالحراره على 29 درجه. وكمان الليله مشاهدينا رح نفرجيكم صور انتم بعتوها للطبيعه اللبنانيه. الصورة الأولى بعتها شرب النخلة من نبع الصفا. إياد مغمس بعت لنا صورة من منطقة رشية. سناء جمعة وصورة من أرز الشوف. توني جبور منطقة أنفة. ماريلين أبو خليل وصورة من شط جبيل. وآخر صورتين بعتتهم ليال رمضان من منطقة الجية. مشاهدينا اذا عندكم صور حلوه مثل اللي عم نعرضها ما لكم الا تعملوا لها ابلود على www.lbci.com/weather. تصبحوا على الف خير. نشرتنا انتهت، شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء. دمتم بخير.